وللمزيد مشاهدينا ومتابعينا الكرام من الاقتراب من ما يحدث في الأراضي اللبنانية ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. برحب بحضرتك دكتور إكرام. إذن وأنت متخصص في مسألة العلوم السياسية، رأي حضرتك فيما يحدث الآن من تطورات ومن تصعيد في المنطقة؟ أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. طبعا احنا إزاء تطورات خطيرة بتحدث ليس فقط في لبنان وإنما في المنطقة بأكملها، وهناك الحقيقة يعني توترات شديدة، وكان اللي حدث في الساعات الأخيرة من ضربات متبادلة بين حزب الله وإسرائيل بيدل على ذلك. احنا شفنا ان في فترات سابقة إسرائيل كانت تستهدف الجنوب اللبناني وبكثافة الحقيقة، وكان في ردود من حزب الله على هذه الضربات. ثم رأينا أيضا استهداف لشخصيات قيادية في حزب الله، ومنها أو من أهمها القيادي العسكري يمكن الأول في حزب الله السيد فؤاد شكر، واللي تم اغتياله، ثم سلسلة من الاغتيالات قامت بها إسرائيل إضافة إلى ضربات متتالية لقرى الجنوب اللبناني. ما رأيناه في الساعات الأخيرة هو غارات إسرائيلية مكثفة وردود من حزب الله، والجديد هنا أن حزب الله استهدف أيضا سكنات ومناطق عسكرية سواء في الجولان أو في الجليل أو في محيط تل أبيب، وده أمر يعني بيعبر عن تصاعد في الردود من جانب حزب الله، وربما بيفسر أيضا بأنه نوع من الرد على اغتيال القيادي في حزب الله فؤاد شكر واغتيال قيادات أخرى في الحزب والاعتداءات المتوالية على القرى اللبنانية الجنوبية، وأيضا اعتداءات طالت يعني بعض مناطق في العمق اللبناني، يعني شفنا في البقاع وفي صيدا وغيره. إذن كل دي بتعتبر ردود، وإن كان هنا يعني في أمر يؤخذ في الاعتبار، وهو أن حزب الله أعلن أن هذا الرد هو رد أولي، وبالتالي ده بيثير التساؤل، هل الأمور انتهت عند هذا الحد أم أنها مرشحة للتصاعد في الفترة القادمة؟ طيب يعني دكتور إكرام، ده هيخليني أسأل حضرتك عن الموقف الدولي وردود الفعل الدولية إزاء ما يحدث، خاصة أن الوضع مش بس خطير من الناحية السياسية لكنه خطير أيضا من النواحي الاقتصادية، مثلا على سبيل المثال من ناحية تغير المناخ أيضا. ده صحيح، يعني الأوضاع خطيرة من جميع النواحي، سواء من حيث الاقتصاد والتجارة، وشوفنا اللي بيحدث في البحر الأحمر، سواء من حيث الآثار المترتبة على التلوث من استخدام هذه الأسلحة من جانب إسرائيل والتي تستخدمها بكثافة، الوضع الإنساني أيضا ده أمر مهم ويؤخذ في الاعتبار، واستهداف المدنيين، ودي أمور تكررت في الفترة الأخيرة. من الناحية العسكرية في طبعا تزايد شديد في التوتر وفي المنطقة بأكمل، إذن كل دي عوامل سلبية تؤخذ في الاعتبار، وأنا في تقديري أن العالم كله بيترقب هذه النتائج. وأنا عاوز أقول أيضا أن التوقيت قد يكون له دلالة، توقيت هذه الضربات ده بيأتي بعد يعني أيام قليلة من انتهاء الجولة التفاوضية وأعمال وجهود الوساطة اللي تمت في العاصمة القطرية الدوحة، ثم قبيل يعني أو في وقت معاصر لبداية جولة تانية من العملية التفاوضية والوساطة في القاهرة. إذن التوقيت له دلالة، وأيضا من وجهة نظري أن في الدلالات المرتبطة بهذا الأمر ما أعلنه حزب الله منذ فترة من نشر لأماكن داخل إسرائيل سواء كانت عسكرية أو استخباراتية، مما يفهم منه أنها قد تكون مستهدفة. ويمكن أعلنت إسرائيل منذ قليل
ان ربما كانت احد الاهداف من حزب الله هي منطقة سكنة عسكرية ومقر الاستخبارات الإسرائيلية، ولكن لم يتضح حتى الآن هل فعلا تم تنفيذ الهجوم ضدها أم فقط كانت مستهدفة. طيب دكتور إكرام، أيضا حابة أخذ النقاش والحوار لزاوية أخرى، حابة أتكلم عن الدور الأمريكي أو تحديدا الموقف الأمريكي ومدى الدعم اللامطلق الحقيقة للجانب الإسرائيلي. يعني طبعا خلينا نقول إن الموقف الأمريكي معروف ومعلوم، وإن أحد مرتكزات السياسة الخارجية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط هي أمن إسرائيل، وبصرف النظر من هو الرئيس في الولايات المتحدة أو الحزب الذي ينتمي إليه الرئيس، هل هو الحزب الجمهوري أم الحزب الديمقراطي. وإحنا دايما بنشوف إن في نوع من المنافسة بين المرشحين للرئاسة على دعم إسرائيل وإعلان دعمهم لإسرائيل، وطبعا معروف أن الهدف من كده حصول على أصوات اللوبي الصهيوني وما يمثله من تأثير في الإعلام وفي الاقتصاد الأمريكي ومن تأثير على الناخبين. إذن الموقف الأمريكي واضح، وإن كانت طبعا الألفاظ الدبلوماسية والسياسية قد تكون شيء مختلف، إنما المهم في السياسة ما يحدث على أرض الواقع وليس الكلمات المعلنة فقط. إذن هو دعم مطلق للجانب الإسرائيلي. ده هيخليني أسأل حضرتك عن توقعاتك وأفكارك للسيناريوهات في الفترة القادمة. يعني الدعم الأمريكي لإسرائيل مستمر في جميع الأحوال، ولكن أيضا يمكن أن تكون هناك تقديرات معينة أو تخوف من اندلاع حرب شاملة بين أطراف إقليمية متعددة في المنطقة. يعني بقصد بكده أن تدخل إيران على سبيل المثال، الأزرع الإيرانية في المنطقة، وحزب الله، وإحنا شوفنا ما يحدث الآن من حزب الله، الحوثيين وما يمثلونه أيضا من خطورة، شوفنا ما يحدث من تهديد للملاحة والاقتصاد الدولي والتجارة الدولية في منطقة البحر الأحمر، تأثير ذلك كله على الاقتصاد العالمي وعلى التجارة الدولية. إذن إضافة بالتأكيد إلى أيضا الميليشيات المؤيدة لإيران في سوريا والعراق. إذن كل دي عوامل بتؤخذ في الاعتبار، وربما قد وتمثل ضغوط بالتأكيد. إنما على الجانب الآخر شوفنا أيضا حشود عسكرية أمريكية في المنطقة، شوفنا حرب بالوكالة في فترات سابقة بين الولايات المتحدة وإيران، ما يسميه البعض حرب بالوكالة. إذن كل دي عوامل ومتغيرات بتؤثر، ربما ليس في مصلحة أحد أن تصل الأمور إلى المواجهة الشاملة وأن تنجرف فيها أطراف إقليمية أخرى، لكن في نفس الوقت ستظل الولايات المتحدة تدعم إسرائيل. ونقدر نقول وبدرجة كبيرة من المصداقية أن إسرائيل ما كانت تستطيع القيام بما تقوم به لولا الدعم الأمريكي. الدعم سواء دعم مالي، دعم اقتصادي، دعم عسكري، دعم في المحافل الدولية، كل ده اللي بيشجع إسرائيل على القيام بما تقوم به. ويمكن إذا حدثت ضغوط أمريكية أن تتراجع هذه الممارسات الإسرائيلية ولو إلى حد ما. طيب ده هيخليني أسأل حضرتك دكتور إكرام، هل ما يحدث الآن هو كان تسلسل طبيعي أو متوقع بعد التصعيد على قطاع غزة من الجانب الإسرائيلي، وبالتالي اتسعت دائرة الصراع ورقعة الصراع داخل منطقة الشرق الأوسط؟ بالتأكيد، يعني خلينا نقول إن غزة والاعتداء الإسرائيلي على غزة والتطورات التي يشهدها قطاع غزة من اعتداءات إسرائيلية من أكثر من 10 شهور أو قرابة 11 شهر حتى الآن، هو ما يمكن أن نسميه المتغير المستقل. متغير مستقل يعني هو السبب في كل الأحداث الأخرى، هو السبب فيما يحدث في البحر الأحمر، هو السبب في تبادل الضربات بين الحوثيين وإسرائيل، هو السبب في تبادل الضربات بين إيران وإسرائيل،
هو السبب فيما يحدث الآن من تبادل ضربات بين حزب الله وإسرائيل. عشان كده بنقول إن إذا تم نزع فتيل هذه الأزمة في غزة إن ده هيكون في مصلحة الجميع، بينما استمرار هذه الأزمة لن يكون في مصلحة أحد. طيب حابة هنا أذكر أيضا الدور المصري وربما يعني التحذيرات المسبقة من الجانب المصري بخطورة اتساع رقعة الصراع داخل المنطقة. كانت تحذيرات الحقيقة مبكرة وسابقة لأوانها، لكن كانت يعني رؤية مسبقة من الجانب المصري. كيف تنظر لهذه التصريحات والتحذير من أن نصل بالوضع إلى ما نحن فيه؟ ده صحيح، وده كان أحد الثوابت المصرية، وده كان بيعتمد على رؤية حقيقة مصرية استباقية خلينا نقول لهذه الأحداث. مصر كانت دايما ومنذ البداية بتحذر من أن عدم حل هذه الأزمة اللي بتحدث في غزة وعدم الوصول إلى السلام وحل الدولتين وفق القرارات الشرعية الدولية وإقامة الدولة الفلسطينية، كل ده إذا لم يتحقق فإن ده هيؤدي إلى عواقب وخيمة وانجراف أطراف أخرى في النزاع، وده ليس في المصلحة. وده اللي احنا شاهدنا بعض مظاهره في الفترات الأخيرة. ده بقول لحضرتك ما حدث في البحر الأحمر، ما يحدث من مواجهات أو تبادل الضربات بين إيران وإسرائيل، بين حزب الله وإسرائيل، بين الحوثيين وإسرائيل. إذن كل ده بيحدث صحة الرؤية المصرية الاستباقية لهذه التطورات، ونأمل أن يتم تكون هناك نتائج إيجابية في اجتماع الوسطاء في القاهرة، وأن تكون هناك مزيد من الضغوط الدولية على إسرائيل وخصوصا ضغوط أمريكية من أجل نزع فتيل هذه الأزمة ومن أجل إيجاد حل لهذه القضية الفلسطينية التي طال أمدها. طيب جزئية أخرى حابة أناقش حضرتك فيها دكتور إكرام، يعني الحقيقة وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي أعلن حالة الطوارئ لمدة 48 ساعة، ده طبعا انتظارا لصدور مزيد من التعليمات ربما من الجانب الإسرائيلي يشمل الحد من التجمعات وأيضا إغلاق للمواقع. كيف تنظر لهذا التصريح؟ يعني هو إعلان حالة الطوارئ لمدة 48 ساعة يعني لن يؤدي إلى الأمن لإسرائيل، يعني لأن غير معروف متى ستتم الضربة القادمة، يعني ما دي نقطة أخرى تؤخذ في الاعتبار، وغير معروف هل الأمور انتهت عند هذا الحد أم لا. يعني وفقا للبيانات اللي أعلنها حزب الله إن ده رد أول، مما يفهم منه إمكانية أو احتمال أن يكون هناك ردود أخرى، ولكن متى ده أمر غير معروف، الزمن غير معروف. يعني احنا بنتكلم ان ده كان نوع من الرد على اغتيال القيادي في حزب الله فؤاد شوق، فده العملية دي تمت من شهر. فهي دي اللي احنا بنقول، احنا لا نستطيع ان نحدد وبطريقة دقيقة متى، ولكن يعني التوتر سيظل قائم طالما ان اسبابه لم تحل. فهي دي الخطورة، أن الأمر لا يتعلق بإعلان طوارئ لمدة 48 ساعة إلا إذا كان يفهم من ذلك أن إسرائيل هتقوم بضربة أخرى كبيرة ضد لبنان على سبيل المثال. قد يكون ده يعني أحد التفسيرات، وإن كان ليس في المصلحة من وجهة نظر. يعني عبارة هي خير عبارة أنهي بها محادثتي مع حضرتك، إنه التوتر لم ينتهي طالما أسبابه لم تحل. أنا بشكرك جزيل الشكر دكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.